أيام وينضج الريد جلوب الذي انتشر بكثرة بولاية بومرداس السباقة في تجربته والذي أعطى مردودا وإنتاجا ممتازا. حوالي 50% من الانتاج الوطني، 17500 هكتار كما صابان هو الاولى، مورا يزيد ريد جلوب لانه يشدني في سواء في الاسواق سواء في ستوكاج، وفي ستوكاج حتى 6 شهور اذا متوقعين باش يوصل الانتاج 3 ملايين قنطار. مزرعة الإخوة أوملال بقرصو تتربع على أكثر من 15 هكتار أغلبها مزروعة بالكروم. 2004-2005 اللي بدينا نغرسو، كان منه ريد جلوب، كان مازال دخل جديد، ورانا هنا عندنا حوالي 12 هكتار لحين كامل السنة. ما يقولوا ناقص العنب، ما كاش العنب ما كاش إنتاج، وباقي كاين الإنتاج، كاين شوية الإنتاج ما مسوق في الوقت اللي رانا فيه ديما تاع كورونا وكذا، الناس ولات تخاف. شعبة الكروم التي دعستها ببومرداس تعرف بعض المشاكل مثل مرض الميلديو. سنين الأربع سنين اللي خانين هذو يعني ضر الميلديو كل عام يتعود. كل عام. والدواء باش تداوي كل سبعين تعود داوي. ورا غالي الدواء هنا. البريتاو يهبط بزاف البريتاو. سواء عنب سواء الحمضيات. مي هذاك الوقت لازم يكونوا سواء تحويل باش الناس على الأقل يدير تحويل باش ينبعلو. سينو من بعد يخسر له وما يبيعوش. إنتاج الكروم سيخلق ثروة حقيقية عبر تشجيع الصناعات الغذائية التي ستضمن توفير العصائر طوال السنة.